لكل والدة أسير فلسطيني تعتصم هنا قصة معاناة تقلقها على مصير ابنها داخل سجون الاحتلال مع تواصل الانتهاكات بحق الأسرى. فهذه أم الأسير حسام الزعانين تخشى على حياة ابنها المصاب بجرثومة في المعدة بسبب الطعام غير الصحي الذي يقدم للأسرى في بعض المعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية. هم الوجبات هذه اللي بتيجي مش صحية، أو اللي بيقدموه لهم مش صحي، لأنه أنا ابني صاب بجرثومة في المعدة، والأسرة دائما معتمدين على أنفسهم لأنهم هم بيشتروا الأكل وبيعملوا أكل صاروا. يعني أحيانا كثير الوجبات هم بيرفضوها لأنها بتكون مش صحية. ليسمع العالم بأجمع. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على حقوق الأسرة في التغذية، وإنما تمتد إلى جوهر الحقوق والقوانين الإنسانية للأسرة في العلاج والزيارات والمحاكمات وظروف الحياة داخل الأسرة، ما يدفع الفلسطينيين لمواصلة دعم الأسرة وحث المجتمع الدولي للتحرك. رسالتنا إلى المحتل وإلى المجتمع الدولي وإلى مؤسسات حقوق الإنسان بأن أسرانا هم عنوان كبير لقضيتنا الفلسطينية، لن نصمت على ما يتعرض لهم الأسرى. وتشير رسائل حديثة من الأسرى داخل سجون الاحتلال وصلت لبعض ممثلي الفصائل ومؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى مضايقات إسرائيلية متعمدة تستهدف الأسرى في شهر رمضان. تصلنا تباعا يعني رسائل بهذا الخصوص من حيث هذه الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية المستمرة في حرمان الأسرى من أداء طقوسهم الدينية، حرمانهم من صلاة الجمعة، حرمانهم من الإفطار الجماعي. وأمام تصاعد الأوضاع المتردية للأسرى تزداد أهمية التحرك على المستوى الرسمي والحقوقي. ما لم تتحرك الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية لنقل ملف انتهاكات الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية، ستبقى الكثير من هذه الوقفات الإسنادية مجرد استغاثات في الهواء. حازم البنا الغد، غزة فلسطين.